تحب أقدمك بصفة إيه؟ لاعب الأهلي السابق ولا المحلل الرياضي ولا مقدم البرامج؟ الأفضل بالنسبة لي كابتن النادي الأهلي التاريخي. أنت بتحب اللقب ده؟ طبعاً الشرف. كباتن النادي الأهلي المعروفين اللي حققوا إنجازات وبطولات أسماء رنانة، أسماء عالم. على سبيل المثال الكابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن حمدي، كابتن هادي خشبة، وليد صلاح الدين، إبراهيم حسن، حسام حسن، أسماء كبيرة، كابتن مصطفى عبده، مش عايز أنسى حد، كابتن إكرام. لما تبقى وسط الكوكبة دي كلها واسمك يبقى موجود وسطهم، ده حاجة شرف ما بعده شرف. ليه ما اعتزلتش في الأهلي؟ والله أنا كشادي جميل عارفة الموضوع ده، وده من أكتر الحاجات في كرة القدم في المشوار كله اللي فيها إزعاج بالنسبة لي. يعني بصراحة كنت أتمنى أختم حياتي داخل النادي الأهلي بعد التاريخ الكبير جدا مع الجيل اللي كان موجود اللي مجلس الإدارة. هو قرار كان من مجلس الإدارة، هما اللي قالوا لك كفاية كده؟ ما قالوا ليش، يعني بلغوني كان النادي بصدد إحلال وتجديد في الفريق، فأنا حسبتها حسبة تانية خالص. حققت كل حاجة عملتها، إنجازات، بطولة أفريقيا، سوبر أفريقي، كاس عالم الأندية، كان السن لسه مش الكبير قوي، مش لسه كملت 30 سنة، وكنت شايف من وجهة نظري أنا لا لسه عندي أقدمه، خصوصا اللي أنا بحسبها حسبة تانية اللي هي فكرة كان السيزون ب 52 مباراة في السنة، فكنت لعب حوالي 48 أو 49 مباراة، ما غبتش غير 3 مباراة للإصابة أو إنذار. طبيعي إن أنت تكمل أكتر. بالظبط، ولكن عليك اللي أنت طول الوقت تحترم مجلس الإدارة وتحترم قراراته اللي موجودة، وقلت لا يعني أكمل. لما كملت الدنيا كانت أصعب بالنسبة لي، لأن ثقافة النادي ندمت. يعني مش هقول ندمت، أنا ما باخدش قرار وأندم عليه، ولكن كنت أتمنى تمني إن أنا أكمل وأختم حياتي داخل النادي الأهلي، لأن الثقافة مختلفة، ثقافة الفوز طول الوقت، ثقافة البطولات هي موجودة في النادي الأهلي مش في حد تاني، فكان ضغط عليا أكتر من اللي أنا أخرج وألعب في حتة تانية، لأن أنا فعلا آخر حاجة بفكر فيها. أنت خسرت إيه أما لعبت بره النادي الأهلي؟ ولا حاجة، التاريخ محدش يقدر يمسحه الصراحة، يعني في علاقتي محترمة جدا لغاية النهاردة. أكيد خسرت برا النادي الأهلي. خسارتي للنادي الأهلي اللي أنا كنت بلعب مباراة ضد جماهير النادي الأهلي كانت صعبة عليا قوي 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 فوق ما عقلك تخيل. أنت بتتكلم في حتى الروابط نشأت في وجودي ككابتن للفرقة، فأنا من الشخصيات اللي عارفة أسماء الجماهير اللي بتقعد ورا الجون، وبحكم العدد السنين اللي أنا قعدتها واللي قاعدة في المقصورة، البطولات اللي أنت أخدتها معاهم طبعا. فلما مشيت كانت صعبة عليا قوي، إزاي تلعب ضد الجمهور ده اللي صنعك وهو صنع معاك تاريخ كبير جدا. لكن في الأول وفي الآخر لازم كلنا نؤمن إن قدر ربنا والرزق لما يتوقف بمكان خلاص سنة الحياة. بس أنت خسرت إن أنت تبقى في النادي الأهلي بشكل فني أو إداري زي سيد عبد الحفيظ وائل جمعه. مش هقول الكلام ده صح بنسبه 100%، لان رجوعي للنادي الاهلي بعد ما مشيت هو مجلس اداره خيرني وقتها، ودي من الكواليس اللي محدش يعرفها كتير. كان بتمسك في قطاع الناشئين عمل اداري مثلا او حابب تعمل ايه، أنا يعني خيروك بين الاثنين. فانا قلت لا لازم لسه صغير، قلت لسه اروح العب 3 4 سنين كمان. لكن الكلام عشان فيه الناس بتقول فعلا الكلام ده اللي انا ليه مش موجود في العمل الاداري، لا انا رجعت من اكبر باب داخل قناه النادي الاهلي، قعدت فيها وقت كبير جدا، كنت التوك شو الرئيسي داخل القناه اكتر من 6-7 سنين، فده رجوع بتخاطب جماهير النادي الاهلي في كل مكان، لان علاقتي بالنادي الاهلي مش علاقه مناصب، علاقتي بالنادي الاهلي علاقه نجاحات وبطولات وحب وعشق لجماهير النادي الاهلي.